نبيل فضل مختفي حوالي 9 شهور ملوش أي أثر لحد ما اعترنا فيه. وعرفت طريقه إزاي؟ عن طريق سامية فهم. فجأة حوالي 1.5 شهر جالها جواب منه. عرفنا ساعتها إنه بيشتغل في معرض بيع عربيات مستعملة في نابولي. صاحب المعرض ده راجل طلياني اسمه برناردو سكالكو. سنيور سكالكو وافق على إنك تشتغل عنده هنا وبمرتب كبير، ده غير عمولتك عن كل بيعة هتبيعها. إنه لمن دواعي سرورنا أن تكون معنا هنا سنيور نبيل. ده شرف كبير لي أنا سنيور سكالكو. مارشيلا، مارشيلا، سنيوريتا مارشيلا سوف تتولى العناية بك. بونجور سنيور نبيل. بونجورنو مارشيلا. بليز كام ويز مي. اوكي. وسكالكو له علاقة بالموساد؟ لا يا فندم، ملوش أي علاقة. كمل يا استاذ رؤوف. نبيل نجح في شغله واتشهر جدا، خصوصا بين العرب والمصريين اللي كتير منهم كان بيسافروا لغايه ايطاليا مخصوص علشان يشتروا عربيات مستعمله ويرجعوا بيها مصر، وكتير برضو منهم كون علاقه صداقه معاه بشكل شخصي، لكن ما لاحظناش عليه اي حاجه غير عاديه. وانت ما قلتليش يا زكي ناوي تعمل ايه لما ترجع مصر؟ والله يا بلبل ما فيش حاجه معينه في دماغي، بس شكلها كده هقضي السنه اللي فاضله لي في الجامعه وبعد كده ابقى ادور على اي عقد عمل وخلاص. بقولك ايه يا نبيل، ما تشوف له عقد عمل هنا، وبعدين ده هو اخر سنه السنه دي في كليه الهندسه. هندسه؟ انت مالك بتقولها وانت فرحان كده ليه؟ انت تعرف خريجين الهندسه هنا قد ايه؟ وبعدين عشان تشتغل بشهادتك دي لازم معادله وغلبه. وانت مالكش جيش؟ ما انا ما قلتلكش، انا اخواتي الاثنين في الجيش، واحد منهم مجند في المدفعيه والتاني ضابط احتياط في الدفاع الجوي، يعني عشان ادخل الجيش لازم واحد منهم يخرج. يعني انت زي ما انت عارف اللي بيدخل الجيش اليومين دول ما بيطلعش، يعني زكي هيبقى فضيلك على الاخر. بص يا زكي، انا هديك ابلكيشن تملاه كله بالكامل، في بيانات عنك وعن عيلتك، وان شاء الله لما تخلص اخر سنه ليك في الهندسه ترجع تلاقي العقد والشغل هنا جاهزين. تمام بجد يا بلبل، ربنا يخليك ليا يا اجدع مصري في ايطاليا كلها. شفت بقى يا عم زكي، انا قلت لك بلبل ده حلال العقد. طب يا جماعه انا مضطر اسيبكم دلوقتي عشان عندي شغل، حساب مدفوع. ها سلام. رايح فين يا نبيل؟ عندي شغل قلت لك. والبيانات اللي انت عايزها مش هتلاقيها بكره مع ماريو، خد منه الورق. ها اوكي. نبيل العربيه بتاعتي فين؟ ما انا قلت لك يا حسين فوت عليا بكره. يعني عدى عليك بكره اخر النهار؟ بص انا جاي لي بكره دفعه عربيات، اكيد هتلاقي فيهم حاجه تعجبك. تمام ماشي. سلام. مع السلامه يا نبيل. سلام يا نبيل. سلام. نبيل بلبل، الابلكيشن جهزتهولك زي ما انت ما قلت، في بقى كل البيانات عني وعن عيلتي كلها 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 كامله. ما جبتوش ليه بدري بس يا جيركس؟ اصلا ما كنتش عايز ادهولك قدام الواد اللي اسمه زكي ده، مش طايقه يا نبيل. ماشي. طب انا هنزل الشغل امتى؟ يا بالسهل كده، اصبر عليا لحد ما اقعد مع الناس واتفق معاهم. لسه هتقعد وتتفق؟ ما انا قايل لك وحكي لك ما معيش فلوس ولا معايا حاجه، قاعد بقالي 2 شهر من غير شغل، لو نزلت مصر مش هعرف اجي تاني. ربنا يسهل، ربنا يسهل. سلام. طيب سلام يا نبيل. في حد وراك؟ عيب يا ابو سليم، احنا كبرنا على السؤال ده. معلش استحملني، اصلهم بيسموني عند العم الشكاك. قول لي اخبار الشغل عندك ايه؟ اتفضل. دي تقارير عن العرب والمصريين اللي قابلتهم اليومين اللي فاتوا. فيهم حد ينفع؟ ايوه 3، واحد فلسطيني وواحد سوري والتالت مصري. هتلاقي مكتوب قدام كل واحد منهم تقرير عن مشاكله وظروفه وسبب تركه لبلده وهو هنا في ايطاليا بالظبط بيعمل ايه. حلو يا جرجس، ده ظروفه مناسبة جدا وسكته سهلة قوي كمان، النسوان والمخدرات، وهيموت على أي شغل. على فكرة في واحد مصري أهم من التلاتة. مين ده؟ اسمه زكي، هيخلص دراسته السنة دي وما عندوش جيش، عنده 2 إخوات مجندين، واحد في المدفعية والتاني في الدفاع الجوي، والاتنين على الجبهة. وده تقريره فين؟ هيكون عندك في خلال يوم أو 2. أوكي برافو يا نجم، برافو. امسك دي دفعة تحت الحساب والوصل جوه مضيه. انت خصمت منهم برضو؟ مش انا اللي بخصم يا نبيل، العامة هي اللي بتخصم، وبعدين ما انا بيتخصم مني زيك. طب قول لهم يا ابو سليم، مش كفاية انهم بياخدوا نص مرتبي وعمولتي في المعرض؟ قول لهم يدوني حساب التقارير دي كاملة، على الاقل الواحد يشوف نفسه شوية ويعرف يشتغل بنفس. حاضر يا حبيبي، انت تأمرني.
هحاول معاهم المرة الجاية ما يكونش في خصومات. مبسوط؟ قولي بقى، أخبار سامية معاك إيه؟ ردت على الجواب اللي بعته لها؟ أيوة ردت وقالت لي إن أمي تعبانة شوية، وقالت لي كمان إنها زعلانة مني أوي. عندها حق يا أخي، ما أنت بقالك مدة لا بعت لها ولا سألت عنها. واضح إن البنت بتحبك، واللي يحبك وده يسأل عنه مش تقطع معاه. ما أنت عارف الظروف اللي أنا مريت بيها. وهي الظروف اتغيرت وكل حاجة رجعت لمجاريها. أبو سليم أنت عايز إيه بالظبط؟ أنا مش عايز حاجة. امسك دي هديتي ليك. إيه ده؟ ده جواز سفري القديم. بالظبط. وده دلوقتي أقدر أتحرك بيه في أي حتة؟ طبعا يا حبيبي. يعني والإنتربول والبوليس ما تخافش، المؤسسة سوت الحكاية مع البوليس الألماني واسمك اتشال من كشوفات الإنتربول، يعني اسمك بقى نضيف زي الفل. أنت متأكد إن مفيش سلطات مطار ولا إنتربول؟ قلت لك العامة تولت الموضوع، ولما العامة بتتولى حاجة ما بتسيبش وراها مخلفات، بتكنس كله. ادعي للعامة بقى، دي ليها أيادي بيضة على الكل. إيه رأيك؟ تحب تسافر؟ أسافر فين؟ مصر. أنت اتجننت يا شلومو؟ عايز تبعته مصر يعمل إيه؟ بقى أنت جاي من إسرائيل لحد صقليه عشان تقولي الكلمتين دول يا ليفي؟ أنا شايف إنه مفيش داعي إنه ينزل مصر، هو يبعت لها تجيله هنا. وافرض المخابرات المصرية كانت عارفة أساساً بعلاقته بسامية، عايزهم يجوا لنا وراها لحد هنا؟ شلومو بطل الشك اللي أنت فيه ده بقى. ما أقدرش، لازم أتأكد، لازم أطمن إني بتحرك صح ومن غير أي مخاطرة. لازم أتأكد إن المخابرات المصرية مش ورا نبيل يا ليفي. وأنا قلت لك قبل كده المخابرات المصرية مفيش منها خوف، دي عالم نايمة على ودانها، عايشين في الوهم، مركزين مع الشعب المصري بس، خايفين لا يقوم بثورة ضد النظام. واللي حصل في هامبورغ نسيته؟ على فكرة أنت هواكسك بقت عالية جدا وتخطر عليك. حتى لو افترضنا أن المخابرات المصرية كانت وراء أيام هامبورغ، أكيد دلوقتي نسيوه، ده عدى حوالي 9 شهور، يعني دي لو واحدة حامل كان زمانها ولدت وخلصنا يا شلومو. هو اختبار واحد بس وحاجة من اتنين، نبيل يسافر مصر وإما يبقى مكشوف بالنسبة للمخابرات المصرية ويقبضوا عليه أول ما يوصل المطار، وساعتها نبقى كل اللي خسرناه واحد من السبوتر بتوعنا. يا إما تبقى المخابرات المصرية نسيته أو ما تعرفش عنه حاجة أساسا، ونبقى كسبنا سامية. أنا اللي كسبتها يا شلومو، أنا. تبقى أنت اللي كسبتها يا ليفي، وقتها هبصم لك بالعشرة وارشحك بنفسي لمنصب مدير الموساد بدل بنحاس فرام.